شنو هي اخر رسالتك اللي توجهها للانصار، انصار مولوديه الجزائر شباب بلوزداد، باش يكونوا يعني خاوه خاوه؟ احنا حابين يكون نهائي نهائي تاريخي بين زوج خاوه. حنايا بالنسبه لهادو مصحاب الفتنه هكذايا، باسكو هادي 90 دقيقه حراره هذا ما كان في التيران هكذايا، بصح هادو ما راهم يديروا. حنا لا بلي بار يجوزوا منا سي ار بي ولا ما نديروا لهم حاجه. البارح جاز واحد منا من سي ار بي ولا ما درنا له عفسه بتريك وكذا. انا غير كيما جبت بتريك تاع مولوديه نحيه ودوروا منا واكتيفي يحبوا ينحوا لي البوب. واش بيكم اتقوا مولاكم؟ ماشي هكذا العقليه. قال معليش يا خويا ما تجوش منايا ولا نحي تريك وروح. معليش بصح باش تضرب بالناس وهذيك ماشي مليحه. هادو راهم يديروا في الفتنه ولا حسبي الله ونعم الوكيل. لازم في المباراه خاوه برك فيها 90 دقيقه تاع حراره هذا ما كان، ما فيهاش عفسه واحده اخرى. حنا 90 دقيقه باينه تتقلقي منا، بصح باش نقول لك زعما نضربوهم ونديروا لهم، حنا خاطينا المشاكل. حنا ما يجوزوا منا مع باباهم يماهم يلبسوا تريكو تاع سي ار بي والله غير هكذا ما نديروا لهم. بصح هما لا هما العكس ديالنا، هما كيجوزوا عباد بتريكوات ولا بلي بوب ينحوا لهم باش يحرقوهم. لا ماشي ملاح، وان شاء الله فيها خير. مولوديه خضراء وحمراء، قال لك مولوديه والوالده حبيبي، وان شاء الله شامبيوني ولا فينال ديالنا. دوبلي باينه دوبلي هذا العام والعام الجاي والعام الجاي، نخلو لهم قنطه. وبالليلي تحياتي لك الدون حبيبي الديس، يا الله راه حقك خويا هو وزقرانا، تحياتي لكم.